بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنيئة، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطاياي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو احنا عندنا كوباية دقيق واحدة وعايزين نعمل حاجة حلوة، تعالوا شوفوا هنعمل ايه. هنا كوباية الدقيق مع 3 معالق سكر مع حتة خميرة صغيرة اوي اوي اوي، ولو عندك بيضتين ممكن تحطيهم، لو مفيش عندك مش مشكلة. هنقوم عاملينهم كده اهوت، هندعكم في بعض كده، وهتسيبهم شوية صغيرين لما يخمروا، أو مش لازم يعني يخمروا. وهنا في بولة فيها شوية مية، وهنقليهم على البوتاجاز وهيطلعوا حلوين إن شاء الله. كوباية دقيقة واحدة هي اللي موجودة مثلا في البيت، ونفسكوا تعملوا أي حاجة للأولاد أو ليكم فبتعملوها، وتعالوا نشوفها مع بعض إن شاء الله. معلقة سمنة في الزيت، معلقة سمنة نحطها على الزيت عشان بتعطي ريحة وطعم تحفة. معلقة صغيرة حطها في الزيت، هتلاقيها ساحت على طول بسرعة. عملت ريحة تحفة ما شاء الله. وكوباية دقيق واحدة بحاجات من البيت مش من بره، ودي احنا عاملينها بمية، لو عندك لبن ممكن تعملوها بلبن برضه. ويكون الفيديو بتاع النهاردة خلص. انا نسيت ان ماما هي اللي بتقدم. شكرا. اهو ما شاء الله، دول من كوباية واحدة، كوباية دي واحدة. شوف عملت كمية قد ايه، ومقرمش وجميل جميل جميل. ولو انتم عندكم شوكولاتة من اللي هي من الشوكولاتة اللي هي السايحة وعايزين تكبوا عليه، ممكن سكر بودرة، ممكن جوز، ممكن اللي انتوا عايزين تاكلوه زي حالتنا كده من غير حاجه، تبقى برضو حلوه قوي قوي قوي. وجربوه وان شاء الله ينفعكم. والله من الكوبايه دي فايده عندي، حبينا نعمل اي حاجه حلوه فعملناها فاجت حلوه ما شاء الله. وجربوه وباذن الله تدعوا لنا. لو ماما قالت الشوكولاته، عارفين ممكن تعملوا ايه؟ هو هش من جوه، ممكن تجيبوا سرنجه عاديه سرنجه، وتملاها شوكولاته وتحقنهم ك
كده من هنا من الخرم من جنب شوكولاته هتبقى جميله. يعني تحشوها من جوا شو؟ ممكن من بسرنجه لو انتوا عايزين بسرنجه كده. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا قلبه ما شاء الله. ولو عايزين نسقوا شربات برضو ممكن شربات ممكن، بس ده لو هو سخن. الشربات لازم يكون بارد، لو ده حاجه سخنه وحاجه بارده، يعني دوت لو سخن لازم شربات بارد، ولو الشربات سخن لازم يكون دوت بارد. ان شاء الله ان شاء الله هتجربوه ان شاء الله وهيعجبكم باذن الله. من شويه دقايق فايدين من عندكم، ويا رب يعجبكم الفيديو. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. مع السلامه وجرس وجرس حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمني بالقران واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطاياي.